السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، صبحكم الله بالخير وين ما كنتوا. نلتقي معاكم في حلقة جديدة من برنامج فيضحة. عمر صباح الخير أولاً. أيوة. وثانياً بعد انقطاع 4 شهور عن البرنامج أنا اليوم أرجع أنضم لكم من جديد. يا مرحبا وسهلا فيك، أنستينا ونورتينا زميلتنا حنان العمادي، وسعيدين اليوم أن نكون معاك في هذه الحلقة. ونرحب أيضا بمشاهدينا الأعزاء وكل من يشاهدنا عبر شاشة تلفزيون قطر، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فيضحى. حنان، اليوم الجو بدأ يتغير ما شاء الله. أول شيء مبروك عليكم الحياة. أيوة. الأيام اللي طافت ما شاء الله تبارك الرحمن أمطار الخير على قطر في كل أنحاء البلاد تقريبا، وشفنا البردي ما شاء الله تبارك الرحمن. وصلتوا صوب المطر؟ رحتوا دورتوا المطر؟ لا أنا ما رحت. ما رحتوا ها؟ والله ولا أنا رحت، ولكن فرحنا ب مواقع التواصل ما قصروا. أي ما قصروا حقيقة، والأرصاد مؤسسة الأرصاد الجوية أيضا ما قصرت حقيقة، حطونا في الصورة وشفنا أمطار الخير، ونقول مبارك عليكم الحياة يا أهل قطر، وإن شاء الله أيضا في فرص بتكون إن شاء الله يعني متوفرة هذه الأيام إن شاء الله. مثل ما تفضلت وقلت تدريجيا بدأت درجة الحرارة تنخفض، شفنا الأجواء أجمل الحين في الليل، يعني حتى أنا وأنا أمشي بالليل في لوسيل لأن الممشى جدا، نعم الأماكن مفتوحة صار عليها إقبال الحين، رجعوا الناس يروحون لها وزحمة. نعم. يعني ما شاء الله سوق واقف زحمة، عندك لوسيل زحمة، الكورنيش زحمة. نعم. كتارة، يمكن كتارة لأن فيها فعاليات والبطولة الحين الكثير من البطولات والفعاليات اللي نشوفها، وبطولات رياضية تبارك الرحمن. أيوة، بطولة يعني الشاطئية، بطولة الشاطئية، وقبلها بطولة ألعاب القوة. نعم. وجايين بكرة مباراة المنتخب مع عمان. هم لما يقولون بطولات الشاطئية الناس تفكر أنه ممكن فقط سباحة وما شابه ذلك. أنا شفت بطولات في الكاراتيه، شفت بطولات في كرة اليد، يعني أشياء حلوة حقيقة وفي أماكن متعددة. نعم. طبعا انطلقت في المؤسسة العامة مشاهدينا للحي الثقافي كتارة النسخة 5 من جائزة كتارة للرواية العربية، وقد تم خلال النسخة الحالية إضافة فئة الرواية القطرية لتصل فئات الجائزة إلى 5 فئات، فيما وصل مجموع قيمة الجوائز إلى 635,000 دولار. نشوف هذا التقرير عن الرواية، عن مسابقة الرواية. وتواصل جائزة كتارة للرواية العربية مشوارها للسنة 5 على التوالي، لتثري الساحة الثقافية العربية بإبداعات جديدة ولتكون ملهمة لكثيرين. هذه الجائزة طبعا هي الآن هي مجلس الروائيين العرب الحاليين، وهم يعني يفرحون كل سنة بموعد هذه الجائزة. الجائزة طبعا كبرت بشكل كبير، والآن السنة مشاركات 1850 مشاركة من كل أنحاء الوطن العربي. عدد المشاركات هو الأضخم في تاريخ الجائزة، وقد وزعت وفق فئات 5 هي الروايات المنشورة وعددها 612، الروايات غير المنشورة وعددها 999، فيما وصل عدد مشاركات روايات الفتيان غير المنشورة إلى 147، وبلغ عدد فئة الدراسات البحث والتقييم والنقد الروائي إلى 77. أما فئة الرواية القطرية التي أضيفت خلال هذه النسخة فقد تقدمت لها 15 رواية منشورة. سوف يتم الإعلان عن مبادرتين والعمل عليها، وهي مبادرة المجلة المحكمة المتخصصة في الرواية والدراسات النقدية، وأيضا المختبر الروائي وهو أول مختبر من نوعه لدعم الشباب داخل قطر لكتابة الرواية العربية. كل ما هو قبل النشر سوف يتم دعمهم لوجود منتج جميل ومنتج مبدع. جائزة كتارة للرواية العربية كرمت في نسختها الحالية متميزين في عالم الثقافة، هما الفيلسوف والروائي التونسي الراحل محمود المسعدي الذي اختير شخصية العام 2019، وسعادة الدكتور محمد كافود الذي استحق درع الضاد. مثل هذه المناسبات وال الجوائز التقييمية التي تقدم للمبدعين هي حافز
ليست لنا احنا في منتهى تقريبا الواحدة في نهاية الخط المسير، لكن بالنسبة للشباب الناشئ. كما تم أيضا توقيع جميع إصدارات الدورة السابقة من الجائزة. على مدى 3 أيام تتواصل فعاليات النسخة 5 من جائزة كتارا للرواية العربية، لتتوج يوم الثلاثاء المقبل بحفل يتم الإعلان فيه عن الفائزين بجائزة خصصت للعرب أجمع. عودة لكم مجددا مشاهدينا. بالفعل هذه الجائزة والتي واكبناها من خلال برنامج في الضحى منذ انطلاقة هذه الجائزة تقريبا في أواخر عام 2014. أكيد حنان عندك تعليق عن هذه الجائزة. الجائزة هذه عرفتنا بأسماء روائيين يمكن هم مشهورين في دول عربية إحنا ما كنا نعرفهم، أو أسماء روائيين كنا نتمنى أن إحنا نشوفهم وفعلا قدرنا أن إحنا نلتقي معاهم ونقتني كتاب موقع عليه. نعم، احنا حقيقة نشكر طبعا الحي الثقافي كتار، المؤسسة العامة للحي الثقافي كتار على هذا حقيقة الجهد المبذول، وأيضا نشكر الأستاذ خالد عبد الرحيم السيد المشرف العام على هذه الجائزة على جهوده المبذولة. اليوم عندنا التحية الصباحية حنان، فخلونا مشاهدينا ننتقل إلى التحية الصباحية. تحية الصباح اليوم موجهة إلى صرح طبي عظيم استطاع خلال فترة قصيرة أن يثبت جدارته في مجال الطب الحديث، طبعا مركز سدرة للطب، ويعتبر مركز سدرة للطب مركزا طبيا أكاديميا مجهزا على أحدث طراز متخصص في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة للنساء والأطفال والشباب في قطر. يتبنى مركز سدرة للطب الذي أسسته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أفضل ممارسات التعليم الطبي والبحوث المبتكرة في المجال السريري والطب الحيوي، فضلا عن الرعاية المتميزة التي تتمحور حول المريض وأسرته. فشكرا لكل العاملين في مركز سدرة للطب هذا الصرح الطبي العالمي بكل ما تعنيه الكلمة من حيث تقديم أفضل أنواع الرعاية والعلاج للمريض وأسرته. وفعلا مركز سدرة يعني أنا أتكلم عن تجربة معاهم خلال فترة طويلة بسبة مرض ولدي. نعم. عند الربو فعلا عناية، الله يشافي يا رب، الله يسلمك، عناية متميزة. أيضا من مدة بسيطة طاح وانكسرت يده، ففعلا كانت العناية متميزة لدرجة عمر أن الطبيب عنده طولة بال أنه يقعد يتعامل مع الأطفال، يتعامل مع الطفل ويشرح له كل كبيرة وصغيرة وكل خطوة هو راح يسويها له. نعم، هم بالفعل مركز متخصص وعندهم خبرة يعني نقدر نسميها غير اعتيادية في هذا المجال، يعني غير الشيء اللي اعتدنا عليه، بالفعل يقدمون شيء متميز. أنا دخلت حقيقة للمبنى كانت لنا تغطيات من هناك، فيعني شفنا الأجهزة المتطورة وشفنا الأقسام المختلفة وأيضا شفنا رحابة الصدر وسهولة الوصول. نعم، هذا نشكره. بالتأكيد. إحنا إيش عندنا الحين ننتقل مركز الأخبار. نعم، عندك. ننتقل إلى مركز الأخبار مع زميلتنا نيفين. صباح الخير نيفين. صباح الخير عمر وحنان، وأسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير. وقد اخترنا لكم هذا الصباح مجموعة من الأخبار المتنوعة من صحفنا المحلية، والتي نبدأها بهذا الخبر من صحيفة العرب، وخبر بعنوان سدرة للطب يطلق برنامجا متطورا لإزالة أورام الرحم بالتقنيات الحديثة. وأفادت الصحيفة أن مركز سدرة للطب أطلق برنامجاً متطوراً لإزالة أورام الرحم الليفية بالمنظار والروبوت الجراحي والخدمات المتعلقة بها، وذلك تحت مظلة قسم طب النساء. وعلقت الصحيفة بأن افتتاح المستشفى في يناير العام الماضي أثبت أن سدرة للطب بمكانته وبوصفه مركزاً رياضياً يستخدم أحدث التكنولوجيا والتقنيات لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمجتمع المحلي، كما أنه يعتبر أحد المستشفيات القليلة في المنطقة المتخصصة في أمراض النساء،
والتي تعنى أيضا باستئصال أورام الرحم الليفية بالمنظار والروبوت الجراحي، وهي أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في هذا الصدد. من الرائع طبعا قراءة مثل هذا الخبر في هذا الصباح، خبر يفتح نافذة أمل للسيدات بهذا الحل البديل دون اللجوء إلى استئصال الرحم وبأحدث التكنولوجيا التي يوفرها مركز سدرة للطب الذي يعتبر مركزا رياديا في المنطقة في صحة الأمومة والطفل. وننتقل إلى صحيفة الوطن وخبر بعنوان خدمة مرورية جديدة عبر مطراش 2. وأفادت الصحيفة أن وزارة الداخلية أطلقت خدمة جديدة ضمن خدمات الإدارة العامة للمرور في تطبيق مطراش 2، وهي خدمة تفويض استلام المركبة المحجوزة في حالة الإفراج عنها وعدم وجود مالكها. وتتيح الخدمة الجديدة بأنه في حالة عدم وجود مالك السيارة المحجوزة بعد فك الحجز، تتيح الخدمة لمالكها تفويض أي شخص آخر لاستلامها. وتتاح الخدمة الجديدة للأفراد والشركات. طبعا هذه الخدمة الإلكترونية تضاف إلى سابقتها من خدمات وزارة الداخلية التي تنجز طلبات الجمهور بسرعة ودقة وبأفضل صورة ممكنة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق هدف الوزارة، وزارة بلا ورق، من خلال استحداث أنظمة إلكترونية وبرامج آلية عالية الجودة والدقة مثل نظام الحكومة الإلكترونية وموقع وزارة الداخلية ونظام مطراش 2. خبرنا التالي اخترناه من صحيفة الراية وله علاقة بالفن والرياضة وكأس العالم قطر 2022، وهو بعنوان الفنان القاضي استعد لجينيس بأكبر مجسم لكأس العالم، حيث ذكرت الصحيفة بأن الفنان والمصمم عبد السلام القاضي يعمل على مشروع من أجل تصميم أكبر مجسم لكأس العالم، والذي يأمل أن يرى النور وسيكون بوابته للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن العديد من المفاجآت المبهرة، منها تنفيذ أطول نوافير مائية في العالم تندفع منها المياه الراقصة على أنغام الموسيقى، منوها إلى أن الموسيقار اليوناني الشهير ياني سيشارك بموسيقى في هذا الحدث العالمي الضخم، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت المبهرة الأخرى التي ستدهش كل زوار قطر خلال أيام المونديال العالمي قطر 2022. ونقلت الصحيفة على لسان الفنان القاضي: أعمل حاليا على تصميم خاص لعلم الشهداء لصالح دولة الكويت الشقيقة، مشيرا إلى أنه كمصمم متخصص في فن الكريستال يقتصر في أعماله على الأعمال الوطنية، حيث إنه يرى أن الفن رسالة سامية ويجب أن تجمع الشعوب على السلام والمحبة والخير، ولذا فقد وجه كل أعماله الفنية لخدمة بلاده. كل التوفيق للفنان القاضي في مشروعه الفني الضخم، والذي من المؤكد أنه سيضفي جمال وإبداعا لهذا على هذا الحدث الرياضي العالمي المرتقب على أرض قطر في عام 2022. اخترنا لكم من صحيفة الشرق هذا الخبر الأخير بعنوان جامعة قطر تخرج 260 من مهندسات المستقبل. وذكرت الصحيفة بأن جامعة قطر احتفلت بتخريج 260 خريجة من كلية الهندسة، وذلك في إطار الاحتفاء بالدفعة 42، حيث تم تسليم شهادات التخرج لمهندسات المستقبل في مجمع الرياضات والفعاليات الجديد، بحضور الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالكلية، وأولياء أمور الطالبات المحتفى بهن. ونقلت الصحيفة على لسان بعض الخريجات: نشق طريق المستقبل متسلحات بالعلم والمعرفة، وسنساهم بشكل كبير في تسخير خبراتنا الهندسية في دعم المشاريع التنموية في قطر، كما أكدنا عزمهن على مواصلة طريق العلم والمعرفة، وأشرنا إلى أن الدولة بحاجة إلى عدد من المهندسات المؤهلات لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة. كل التهاني لخريجات جامعة قطر من كلية الهندسة، هذه الدفعة الجديدة من الثروة الإنسانية المعرفية التي تضاف إلى دفعات خريجين جامعة قطر مهندسات المستقبل، التي سيعملن مع إخوانهن الرجال جنبا إلى جنب، كل يدعم الآخر من أجل دفع مسيرة النهضة بأيدي قطرية متسلحة بالعلم والإخلاص والرغبة في رفعة الوطن. هذا كل ما لدينا في جولتنا الصحفية لهذا الصباح، وننتقل إلى الاستوديو وعمر وحنان إليكم.
نيفين من غرفة أخبار تلفزيون قطر، نشكرك على هذا الملخص وعن هذه الحزمة المتنوعة من أخبارنا في الصحف المحلية. أخبار حلوة حنان، ما شاء الله تبارك الرحمن. كم عدد الخريجات اللي ذكرتها؟ 260 فوق ال 200 شيء، 260 تقريبا شي. نعم احنا نبارك لهم، نقول ألف ألف مبروك لكل الخريجات، لكل الخريجين. والله فرحنا لهم وايد يعني. نعم. هالأيام هذه نشوف تبارك الرحمن بالفعل أغمرتنا الفرحة، ومهما عبرنا عن هذه الفرحة يمكن ما نقدر نوصل فرحتنا الحقيقية، لأن بالفعل حنا يعني دائما أبنائنا وبناتنا هذول هم رفعت راسنا، ونقول لهم ألف ألف مبروك ويعلكم إن شاء الله في أعلى المراتب يا رب. أيضا الخبر الثاني اللي كان عن كأس العالم 2022. نعم. الكثير من المفاجآت، الكثير من الأمور اللي تنتظركم في 2022. الله يعطينا طولة العمر ونحضر هذا الحدث العالمي. أتوقع أن يعني أن إحنا إن شاء الله بإذن الله راح نبهر العالم بمونديال. إحنا سبق وأن أبهرناهم في الأسياد، في الأسياد، وسبق أن أبهرناهم في التنظيمات اللي تنظيمات حققتها دولة قطر، وإن شاء الله أكيد مما لا يدع مجالا للشك بأن شبابنا وفنانيننا ورياضييننا ومواطنيننا كلهم يد واحد إن شاء الله قادرين على. نعم. وقطر عاصمة الرياضة للعالم. نعم. هذا شعارنا وفعلا إحنا قدها. نعم. تكلمنا اليوم الصبح عن حالة الجو، نرجع لحالة الجو مشاهدينا الأعزاء، وعندنا اليوم ملخص عن حالة الجو المتوقعة لهذه الأيام من مركز الأرصاد الجوية، فنذهب إلى هناك مع محمد البرشيد. صبحكم الله بالخير مشاهدي الكرام وأيضا الزملاء في الاستديو، عودة مجددا مع آخر التوقعات الجوية من مكتب التنبؤات والتحاليل في مطار حمد الدولي التابع لإدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. بالنسبة لليوم متوقعين إن شاء الله يكون الطقس حار نهارا مع غبر خفيف وبعض السحب إلى سحب متفرقة، ومتوقعين إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون هناك في فرص أمطار على بعض المناطق خاصة الوسطى والشرقية، عفوا الوسطى الغربية إلى المناطق الوسطى الشرقية. نتوقع أن تكون يعني احتمالية أن تكون رعدية على بعض المناطق، مما تؤدي إلى زيادة سرعة الرياح في هذه المناطق مؤديا إلى إثارة الغبار، وبذلك يكون هناك تحذير برياح قوية مع أمواج، عفوا رياح قوية مع أمطار رعدية، وأيضا غبار مثار ممكن بسبب هذه الرياح الهابطة، ممكن يكون هناك في تدني في الرؤية الأفقية أيضا بالنسبة للتحذير على الساحل فقط. أما داخل البحر يكون الطقس مستقر، رياح شرقية شمالية شرقية جنوبية شرقية على الساحل وداخل البحر خفيفة لمعتدلة السرعة، ممكن تزداد سرعتها مثل ما قلنا مع فترة الأمطار الرعدية بإذن الله تعالى. أما بالنسبة للحرارة تكون العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية. بالنسبة لليل يكون الطقس بشكل عام في الليل يعني رطب نسبيا في الليل. هذا والعمد الله، وشكرا جزيلا لكم، وعودة مجددا إلى أخواننا في زملاء في الاستوديو، وإلى اللقاء. الله يعطيك العافية محمد برشيد، وفعلا مثل ما قال الجو فعلا بدأ يتغير، وإن شاء الله يكون الجو بارد. نعم. الحين ايش عندنا احنا؟ احنا عندنا فقرة رياضة. نعم مشاهدينا نخليكم الآن مع الفقرة الرياضية اللي عودناكم عليها كل يوم اثنين. صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام مع فقراتنا الرياضية. طبعا اليوم فقرة جدا مميزة راح نتكلم فيها في القلب والرياضة. طبعا عضلة القلب من أهم عضلات جسم الإنسان. عضلة القلب لها دور كبير في استمرار حياة الإنسان. عضلة القلب عضلة لا إرادية تعمل من غير ما توقف. عضلة القلب جدا مهمة. طبعا في مجموعة من الرياضيين دوم يقيسون نبضات القلب. قياس نبضات القلب له دور كبير
في معرفة تطور الرياضي وفي معرفة نزول التطور الرياضي. طبعا عضلة القلب تتطور من أربع جهات: الرياضة الهوائية، المقاومة، تمارين المرونة، التمارين والصلاة الرياضية. عضلة القلب جدا مهمة. طبعا بشكل مختصر، عضلة القلب تحتوي على أربع حجيرات تدفع الدم إلى الرئة وتدفع الدم إلى جميع أجزاء الجسم. من الضروري لازم نعرف أن الدم يوم يطلع من عضلة القلب بسرعة عالية راح تلبي احتياجات الجسم. أنا شلون أطور عضلة القلب؟ عضلة القلب طبعا عن طريق الحركة. الحركة مع الاستمرارية والتدرج في الرياضة راح نحس أن عضلة القلب تطورت. قياسات نبضات القلب عديدة، منها القياسات اليدوية عبارة عن عدد 2 من أصابع اليد نحطها في منطقة تجويف الرقبة يمين أو يسار، راح نلاحظ أن تحس بدقات القلب. يوم نحس إحنا بدقات القلب راح نعرف أن الدقات مثلا خلينا نقول في الدقيقة قياسها 60 نبضة، من 60 إلى 80 كمعدل عام، معدل طبيعي أثناء الراحة. فإحنا يمكن حسبها عن طريق الأجهزة اليدوية. لو نلاحظ عندنا أجهزة موجودة في بعض الصيدليات تقيس نبضات القلب، في بعض الأجهزة البسيطة جدا تقيس نبضات القلب وتقيس حتى الأكسجين في الدم. فهذه الأجهزة وحتى الساعات اليدوية، الساعات عفوا الإلكترونية اللي احنا نستخدمها في الصلاة الرياضية أثناء الراحة وانت جالس في البيت بدون أي حركة، راح تلاحظ أن نبضات القلب عندك يمكن توصل الرياضي تنزل تحت 50 أو تكون ما بين 55 إلى 45. أما الشخص اللي ما يتحرك راح نلاحظ أثناء الراحة نبضات القلب عنده جدا عالية، وهذا الشيء عليه ضرر كبير على القلب. فلازم إحنا نهتم ونطور عضلة القلب في الرياضة وبالذات الرياضة الهوائية. الإنسان الرياضي راح نقول ونسمع المقولة هذه دوم، أن الإنسان الرياضي عضلة القلب أو حجم القلب عنده أكبر. زين، دام عنده حجم القلب أكبر معناته في النبضة الواحدة يدفع كمية دم أكبر من الإنسان العادي في جميع أجزاء الجسم، فلذلك نبضات القلب عنده تقل. المخ الجهاز العصبي كل ما يحس أن الجسم محتاج طاقة، أكسجين، عناصر غذائية، إيش راح يسوي؟ راح يخلي القلب يشتغل أكثر. فالإنسان الرياضي مع الوقت أو الإنسان المبتدئ خلي يقيس نبضات القلب أثناء الراحة وإن جالس في البيت بدون أي حركة، قيس نبضات القلب 3 مرات وطلع المتوسط الحسابي. يعني خلينا نقول دقات قلبك كانت 50، بعد شهر شهرين من الرياضة أرجع قيس نبضات القلب مرة ثانية بالاستمرارية في الرياضة، راح نلاحظ أن نبضات القلب قاعدة تنزل عندك. قياس ثاني، خلينا نقول في الرياضة تركض أو في الصالة الرياضية عفوا تركض 10 دقائق، في هالعشر دقائق راح تلاحظ أن نبضات القلب ترتفع عندك، مثلا صارت 120. لو أعيد الاختبار بعد شهر مرة ثانية راح ألاحظ أن نبضات القلب قلت، معناته أن عضلة القلب تطورت فصار دفع الدم بشكل كبير. فكل ما يلبي القلب الدم والأكسجين والعناصر الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم بالشكل المطلوب راح يكون عمل القلب أقل من الإنسان اللي ما يتحرك. فمن الضروري نهتم بشكل كبير في عضلة القلب. فراح نلاحظ أن عضلة القلب مو بس عضلة القلب، عندنا الرئة. القلب موجود ما بين الرئتين، في النبضة الواحدة يدفع القلب الدم إلى الرئتين لتبديل الأكسجين ويدفع كمية من الدم أخرى إلى جميع أجزاء الجسم. طبعا الدم اللي يروح الرئة راح يتبدل بثاني أكسيد الكربون وينضاف الأكسجين، وياخذ الأكسجين مرة ثانية القلب ويطرشه مرة ثانية حق جميع أجزاء الجسم مع العناصر الغذائية. فالقلب يطرش الدم عن طريق اتجاهين: الشريان والوريد. فمن الضروري الاهتمام في عضلة القلب في التمارين الهوائية وحتى التمارين اللاهوائية. فاحنا نقول لكم دوم في الفقرات الرياضية أنا لازم نهتم بالتمارين الرياضية بشكل متساوي، يعني ما اهتم أنا مثلا في التمارين الهوائية فقط وأهمل التمارين المقاومة، لأن التمارين الهوائية صحيح راح تزيد من كفاءة القلب
وراح تزيد من كفاءة الجهاز التنفسي. حتى الرئة عندك راح تتغير. أنا عندي الرئتين، تحت الرئتين مباشرة في الجهاز أو الحاجز الحاجب راح يكون يتوسع أكثر مع الوقت إنه يستوعب أكسجين أكثر من الرئتين. فلذلك تطوير الرئتين وتطوير القلب جدا مهم مع الحركة. فأنا مع قياسات نبضات القلب بالأجهزة الإلكترونية أو الطريقة اليدوية راح ألاحظ أن نبضات القلب قاعدة تقل معاي مع الوقت، وهذا الشيء يدل أن أنا قاعد أتطور وأطور عضلة القلب. وهذا الكلام حق جميع شرائح المجتمع، يعني مو بالشخص اللي ما يتمرن ولاحظ أنه والله مثلا لا والله أنا كبير في السن وما أبي أتمرن ما أبي أجهد عضلة القلب، وهذا الشيء خاطئ. حتى لو كان عمرك كبير وفوق 45 أو فوق 55 سنة، تهتم في التمارين الهوائية والتمارين اللاهوائية بشكل متساوي راح تلاحظ أن نبضات القلب عندك تقل. والبعض يقيس نبضات القلب عن طريق الساعات الإلكترونية، ولكن لازم نعرف شيء مهم، أن قياس نبضات القلب عن طريق الساعات الإلكترونية أو السعرات الحرارية عن طريق الساعات الإلكترونية مش جدا دقيق. فنلاحظ مع الساعة يجي سير ينحط في منطقة الصدر، كل ما قرب الجهاز اللي يقيس نبضات القلب من منطقة القلب كل ما كان الجهاز أو عفوا الفحص دقيق أكثر لنبضات القلب. فما يصير أنا ألبس الساعة من غير السير أثناء التمارين الرياضية، فضروري جدا أني أنا ألبس السير ومع الساعة، وراح ألاحظ أن نبضات القلب عندي قاعدة تتطور. طبعا شلون أعرف أعلى نبضات قلب لي أنا كرياضي كمجهود؟ خلينا نقول شخص عمره 30 سنة، ننقص من 30 سنة هذه أو ناخذ 30 سنة هذه ننقصها من 220 راح تطلع عندنا كم؟ 190. 190 هي أعلى نبضات قلب المفروض أنت ما توصل أعلى منها في الصالة الرياضية. شخص عمره 20، نعيد المعادلة مرة ثانية، شخص عمره 20 ناخذ من 220 20 تطلع 200. 200 هي أعلى نبضات قلب المفروض أنت ما تتعداها كمعدل عام. ونلاحظ في بعض الأجهزة الرياضية موجودة هذه المؤشرات وهذه النبضات باللون الأحمر، يعني أنت وصلت مجهود عالي. زين، نبضات القلب لها دور ثاني في المستشفى أو في الفحوصات، نلاحظ في قياسات حيوية، يعني لو أنت دوم متعود تقيس نبضات قلبك راح تلاحظ لو لقيت نبضات قلبك مرتفعة عن المعدل الطبيعي معناته عندك مشكلة داخلية في الجسم. يعني أنا روحت الصالة الرياضية وقبل لا أتمرن لاحظت أن نبضات قلبي المعتادة اللي مفروض تكون مثلاً 60-65 زادت صارت 75 أو 80. هذه معناته أني أنا عندي مشكلة داخلية ولا عندي إجهاد ولا عندي قلق. فنبضات القلب تتغير في جميع الظروف. كل ما كنت أنت تقيس نبضات قلبك ومهتم في عدد نبضات القلب في الدقيقة راح تلاحظ أنك راح تكون مميز جداً بين الرياضيين، لأنك تعرف أنت وصلت مجهود عالي، أنت أساساً إنسان قلق في الصالة الرياضية أو عندك مشكلة داخلية. حتى الإنسان اللي قرب يمرض لو يقيس نبضات قلبه راح يلاحظ أنها تغير في ارتفاع أو في انخفاض. فأسهل طريقة لو ما توفرت عندي نفس ما قلت لكم في البداية أي جهاز إلكتروني أني أقيس بالطريقة اليدوية، استخدام صبعين من اليد في منطقة العنق يمين أو يسار وأحسب في الدقيقة كم نبضة تطلع لي، أو أحسب في العشر ثواني كم نبضة وأضربها في الستة راح تطلع لي إجمالي نبضات القلب في الدقيقة. فلجميع الرياضيين وحتى الأشخاص اللي في البيوت اهتموا في نبضات القلب لمعرفة تطور أهم عضلة من عضلات جسم الإنسان اللي هي عضلة القلب، عضلة لا إرادية تشتغل بشكل مستمر والمسؤولة عن استمرار حياة الإنسان. فنهتم في العضلة في جميع الأحوال وحق أي شخص مهما كان عمره وجميع شرائح المجتمع. هذه فقرتنا كانت اليوم اللي هي القلب والرياضة، ولازم نهتم نفس ما قلنا في عضلة القلب وبشكل ثانوي اللي هو الجهاز التنفسي اللي هو الرئة. فأتمنى أن الفقرة نالت إعجابكم، وراح نطلع بإذن الله جميعا مع فاصل وتقرير عن الرياضة وأثرها في جانبين، الجانب السلبي والإيجابي على أعضاء الجسم.
ندرك أهمية ممارسة الرياضة لصحتنا الجسدية وفوائدها في تحسين الحالة النفسية والمزاجية، ولكن هل علمتم يوماً أن أنواع النشاط البدني والتمارين الرياضية قد تناسب بعضنا ولا تناسب البعض الآخر؟ فقد حدد المختصون أنواعاً من التمارين الرياضية بما يتناسب مع كل حالة صحية بشكل منفصل. فمريض القلب مثلاً يحتاج لبعض التمارين لتنشيط عضلة القلب وزيادة اللياقة البدنية، ولكن وفق برنامج معين ومدة زمنية معينة تتناسب مع صحة القلب. أما المصابون بأحد الأمراض المزمنة مثل السكر والربو وآلام الظهر أو المفاصل، فإن ممارسة التمارين الهوائية بانتظام يمكن أن يساعدهم في التحكم بالأعراض وتحسين الحالة الصحية. لذا من المفيد استشارة المختصين بشأن التمارين الرياضية الآمنة والاحتياطات اللازمة قبل البدء في ممارستها. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وما زلنا مستمرين معكم في برنامج في الضحى من شاشة تلفزيون قطر، والممارسات التربوية والتعليمية والاحتكاك اليومي للمدرسين بطلابهم في مختلف المستويات التعليمية يساعدهم على التعرف على أنواع الذكاءات التي لديهم. للحديث أكثر عن اكتشاف الذكاءات المتعددة عند الطلاب يسعدنا أن احنا نستضيف اليوم فايزة النعيمي معلمة مهارات حياتية. صباح الخير استاذة. أهلي صباح النور. يا هلا ويا مرحبا استاذة فايزة، حياك الله، نورتينا في برنامج في الضحى، وحقيقة متشوقين نتكلم في هذا الموضوع اللي أكيد كثير من المشاهدين يحمل تساؤلات عنه، وأكيد يعني حتى حنا أنا وحنان عندنا تساؤلات حقيقة. وأنا صراحة مبسوطة أني موجودة معاكم ومشتاقة أن أنا أوضح صورة المادة، خاصة أن هي مادة ما حد يعرفها. نعم. واحنا ما درسناها في يعني مادة جديدة علينا، هي اسمها لايف سكيلز، مهارات الحياتية. نعم. مهارات حياتية. أيوة. وهي مو موجودة في الوطن العربي إلا في دول قليلة. أنا سمعت الأردن، عمان. بس هي الهدف منها هو كيف تعيش سعيدا في حياتك مع ضغوط الحياة. أوجدوا طبعا هي المادة أصلها يعني من أمريكا وأوروبا، يعني اللي مؤسسين المادة غاردنر، هيرمان، كلها يعني هم على الذكاءات وأنماط الشخصية، وعلى هاي الأساس إحنا بنقدر إن إحنا نكتشف نوع الشخص اللي ونعرف نتعامل معه، لأن كل واحد عندنا مقياس هيرمان، يعني عندي اختبارات. الكتاب ذي طبعًا أحب أعرفكم عليه. نعم. وأحب كل يعني أم عندها ولد ترفعينها شكل علشان أول ثانوي وثاني ثانوي هذه. أيوة. أول ثانوي العاشر وهاي الحادي عشر. هذا يعتبر يعني كأنه عندك يعني معلومات كثيرة عن الحياة وعن مقاييس الشخصية. بالنسبة للعاشر هو اختبارات، يعني جزء كبير منه يقيس الشخصية وأنماط التفكير. ولو وعندنا الاختبار لو بعد الهواء بنطبق عليكم اللي حاب يعرف أنماط تفكيره وأنماط شخصيته، لأن في ناس كثير إحنا المشكلة إن في لما نقولهم تعال تخصصه أنت ذكائك مثلاً فني، يقول لا أبوي أنا يبينا أصير مهندس أو. أيوة. دكتور. إحنا هذا الشغلة. أيوة. اللي نحب دائماً نتكلم عنها. نعم تفضل. هي هذه اللي أنا بتكلم عنها. أنت قبل لا تقول حق ولدك تعال دي طبق الاختبار مع ولدك وطبق عليك أنت وشوف ذكائك وشوف ذكاء. هو عموماً الذكاءات فيها جزء مكتسب وفيها جزء لا، جيناتك جيني. فأنت إذا أنت ما عندك ذكاء رياضيات ولا ذكاء هندسي بس أنت تتمنى أنه يصير دكتور وتتمنى دي، لا خلنا نطبق يطلع لك ذكاء إيش رياضي، يحب الرياضة يعني ما الرياضة يعني ما الألعاب، أو يطلع لك موسيقي أو يطلع لك فني. فإحنا نحترم الذكاءات ونعرف. بالتأكيد. أيوة ونحترم. وبعدين هي المتعة في الحياة أن أنا أعرف تخصصي وأعرف ذكائي وتخصص في المجال اللي أنا أستمتع فيه. نعم. واللي ذكائي تناسب معاه. نعم. وهذا يحل المشكلية. نعم. فإحنا لما نطبق الذكاءات بنطبق ذكاءه بيطلع لنا شنو المهارات اللي فيه والمهن. يعني مهنتك يعني أنت في أول ثانية بتعرف المهنة نمط تفكيرك ومهنتك، وهاي بيريحنا كثير.
لما بتروح المجال أدبي أو علمي بناء على ذكاء. يعني إحنا كأكاديميين نرتاح. نعم. عندك هاي ذكاءاتك، تبي تدخلين أدبي وأنت ذكائك علمي، خسارة. يعني العلمي يقدر يدخل كل شيء. تأكيد. إيه. لكن الأدبي ما تقدر تدخل علمي. فعلًا. فهو على حسب ذكائه. زين أستاذ، إحنا نتكلم عن أنواع الذكاءات، ما هي أنواع الذكاءات؟ إحنا عندنا جارنر قسمها لنا 8 وهو غطى كل الجوانب. في ذكاء بصري حسي، في ذكاء لغوي، هاي الشعراء واللي يحبون القصص. أيوة. هاي يبين عندهم. في ذكاء فني الرسم، هاي يبين عنده وهو صغير، تبين عنده مهارة. في ذكاء موسيقي، في ذكاء عندنا الرياضيات والعلوم، في ذكاء الطبيعي اللي تحسين في البيئة ويحبون الحيوانات ويحبون البحر. فهي 8 ذكاءات مقسمة، وعلى هاي الأساس مخصص مهن تناسب كل ذكاء. يعني 8 ذكاءات مع المهن اللي تناسبها. شنو الذكاء اللي عندي؟ أنا جايبه، قال هم واصيني إن يبدا باختبارات، فأنا جايب الاختبارات فاللي يحب بطبقها عليه. فأنا من 8 ما حسيت إن أنا في شيء. ولا شيء؟ ولا شيء. مش معقول. أنا حاسة فيك إن أنت عندك الذكاء الاجتماعي. الاجتماعي عندها، أي نعم. والإعلام هذه ذكاء. ما دام عندك المبادره وحب الظهور وحب الكلام والمناقش، هاي هو الذكاء الاجتماعي. الذكاء اللي طلعنا بشيء الحمد لله، طلعنا بذكاء. عندنا استاذه فايزه تقرير عن هذا الموضوع. مشاهدينا خلونا نروح معاكم ونشوف هذا التقرير ونرجع بعد التقرير. يحتاج الأطفال ذوو معدلات الذكاء العالية في كثير من الأحيان إلى أسلوب جديد للاستمرار في تحفيزهم، وسوف تساعد زيادة تجارب الحياة الطفل على تنمية ثقته في نفسه وقدرته على التعامل مع العالم من حوله. ويقول علماء النفس إن الراحة تأتي من التمسك بالأمور المألوفة، لكن هناك حاجة للتحلي بالشجاعة اللازمة لتجربة شيء مختلف. ولذلك يأتي هنا السؤال الأهم: أي نوع من أنواع الذكاء التي يجب أن أكتشفها وأهتم بها في أبنائي؟ الأنواع العليا أم الدنيا؟ والإجابة بكل تأكيد: نحن نهتم أكثر بدرجة الذكاء العليا. هدفنا إذن أن نصل إلى درجة الذكاء العليا، لأنها نقطة قوته التي يمكن أن يبني عليها حياته، وليس عيباً ألا يكون متميزاً في كل النواحي، وليس عدلاً أن نطلب منه الكمال. ويأتي السؤال التالي: كيف أكتشف الذكاء الأعلى لدى أبنائي وكيف أنميه؟ طبعاً إحنا في حيرة من أمرنا، مثل ما شفنا التقرير، كيف أكتشف الذكاء العالي عند أبنائي، والأهم شلون أنا أنمي هذا الذكاء عندهم. هو عموماً كل أطفالنا عندهم نسبة، مو بذكاء، عبقرية، إبداع. يولد الطفل فوق 90% أنت عبقري، بس شلون أكتشف هذه؟ هو يبي تدريب الأهل. أنت قبل لا تبين الطفل، هل قريتي عن الطفولة؟ في طريقة اسمها ألمانية وولدورف، هاي طريقة اكتشف. هو يعني كلنا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما ولد عندهم طريقة، هي طريقة اللي يسمونها وولدورف، هي طريقة الإبداع. الطفل ما يكون عنده ما، ليش يودون البادية؟ عشان يتعلم الفصاحة وطلاقة اللسان، الإبداع يتعلم، لأن الحرية، لأن في المدينة ومسكر عليك في هالبيت وفي هالغرفة وفي هالقيود دي، هذه هي اللي تقتل الإبداع. الإبداع يبي open mind. نعم. تفكير خارج الصندوق. نعم. هاي التفكير اللي أنت بانطلاق لما روح عند مكان فسيح ويشوف الشيار ويشوف الحيوانات، هي دي الإبداع. إبداع المحاكاة، لما أنا أسوي مدرسة فيها الحيوانات وفيها الشيء، يعني الطفل يتعلم بالطبيعة، ما يتعلم سكر عليه وملقن تلقين. هذه الطفل ما يستوعب بالتلقين، وإنه يقعد أكثر من 15 دقيقة ما في. حتى إحنا لما تحطين نبدأ نسمع محاضرة نتملل شوي، بنتوتر وشوي بنسرح. إيه؟ ما التركيز عندنا ما يصير ساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات، نكذب على عمرنا إحنا إذا نقول هالشيء. فالطفل يعني شو تعلمين؟ نعلمه بالمحاكاة،
نعلمه بالصور الطبيعية بالرسم، هذا هو اللي يزيد الإبداع. لكن لما أجيب طفل وأقول له ما تتحرك وقعد واكتب، هاي اللي يخلق عنده إيش؟ الملل والخوف. يعني الصوت العالي والترهيب والخوف هاي يطير الإبداع. الإبداع يبي الحرية. نعم دائما بالفعل. حتى أنت تشوفين نفسك لما حد ينرفزك شو تحسين فيه، لما تكونين متوترة كلها هاي تأثر على الخلايا العصبية. صحيح. طبعا من خلال التقرير اللي شفناه من شوي كانوا يتكلمون عن المألوف، أن الإنسان أحيانا يعني يخاف من تجربة الأشياء الجديدة لأنه يرى الراحة في الشيء اللي هو تعود عليه. لكن أنا أقول أن الإنسان مثلا أو لما يحط نفسه في إطار، حتى لو كان مش إطار ذو 4 قوائم، حتى لو إطار ذو 60 قائما، إلا ما يتملل من هذا الروتين. كيف إحنا ممكن ننوع المهارات؟ هو عموماً الطفل اللي بني ولد ما عنده أي فكرة عن أي حاجة. يعني أنت الأول ما تعطينا هو ليش يكره أو يخاف دي من تجربة. يعني تلقاه صار له موقف اللي تخاف من الطيارة أو تخاف من حيوان، صار لها موقف، أو اللي عندهم فوبيا موقف معين هو صار فيه الارتباط الشرطي. لكن عموماً الطفل أي صفحة بيضة يعني ويقدر يتعلم كل شيء. وخاصة أن يقول لك أن الطفل ذكاءاته تتوسع مع القرآن الكريم. يعني الطفل اللي من عمره 2 لحد 7 سنين أنت بتحفظين القرآن، وهي هو يعني طريقتنا إحنا المسلمين، تحفيظ القرآن يزيد من مساحة الذكاءات ويرفع مستوى الذكاءات ويقوي اللغة عند الطفل. وبعدين المهارات اللي عند الطفل اللي بيتعلمها ترتفع عنده. يعني الطفل أنت قيسي طفل حافظ القرآن وطفل ما سمع أو ما شوفي ذكاءاته وشوفي قدرته في اللغة في مهارات في كل في كل المقاييس الثمانية. وهاي تجربة سووها على طلاب في الثانوية على أساس بيتخصصون علمي. طلاب عطوهم يحضرون 3 حصص قرآن ويدرسونهم المواد العلمية يعني مرة واحدة. الطلاب الثانيين لا، طول اليوم يكررون عليهم نفس المنهج العلمي. بعد التجربة من طلع من اللي تفوق؟ طبعاً اللي كانوا يدرسون القرآن أكيد، مع أنهم خدوا حصص أقل من الذي. ليش؟ لأن أصلاً أنت حفظك للقرآن يثبت المعلومات الثانية. يعني أنت ما تحتاجين تكررين وتدرس، يرفع من مستوى الذكاء. فالقرآن عشان شيء الأطفال اللي عندهم أي مشكلة في اللغة، القرآن يحسن لغته، القرآن يرفع مستوى ذكائه، القرآن يرفع مستوى قدرته على النطق والكتاب والقراءة. نعم أستاذة فايزة، أنا حقيقة عندي تساؤل. اليوم في بداية الحلقة تكلمت عن أن هذه المناهج تعتبر من المناهج اللي تو ما بدأ العمل فيها في بعض يعني الدول في منطقتنا. يعني ابتعادنا عن هذا المجال في السنين اللي راحت ممكن خلق فجوة بيننا وبين المناهج التعليمية عند الشعوب الأخرى. يعني دائما مرجعياتنا البروفيسور الألماني، العالم الألماني. اليوم كيف ممكن نرجع نغرس هذه القيمة وننميها؟ هو عموما الدراسات هذه كل اللي سووها هو علم النفس، طلع من يعني من أوروبا، وأكثر شيء الأمراض النفسية ودراسته. احنا ما عندنا امراض نفسيه، احنا عموما احنا عشنا مع القران. القران لا يوجد مريض نفسي معاه قران، يعني هاي حقيقه علميه. حافظ القران ما تلقين عنده اي امراض نفسيه، هاي شيء معروف. دائما التوتر والخوف والدي هذه يوجد اللي يعني تحسين عقليته فارغه وما في علاقه. هو الانسان يرتاح لما يكون عنده ايمان، اي ايمان اي ديانه. عموما الانسان مخلوق انه هو يعبد، مخلوق إنه يعني سيستمنا إحنا كبشر روحانيات، روحانيات لازم يكون عندنا روحانيات، وهاي الروحانيات هي اللي ترتب الإنسان داخليا. فإحنا مرتبين، إحنا مسلمين، إحنا مترتبين. هو بس زيادة الثقة بالنفس والإيمان والقناعات اللي إحنا عندنا، إن إحنا عندنا كنز، عندنا قرآن، عندنا كنز. فهذا هو اللي بيرفع من قيمة الذكاءات اللي عندنا. ذكاءاتنا ما يعني مع القرآن ترتفع، لكن لما نبعد عن منهجنا ونبعد عن القرآن وندرس هالعلوم، العلوم دي كلها كويسة، بس إحنا القرآن هو اللي يريح النفس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الكنز اللي إحنا المفروض نتمسك فيه، وهاي هو اللي يرفع الذكاءات. يعني مناهجنا المفروض تبتدي من الصغر، إن إحنا نركز في منهج، لأنه هو ذكاءات يعني بالقياس عرفه. والحين القرآن لعلمكم صار يستخدم في المستشفيات
اللي في ألمانيا المستشفيات النفسية، مو بلازم يكون مسبب، بس مجرد يسمع القرآن، القرآن يطلع ذبذبات تريح. إحنا دائرة كهربائية، فالقرآن صوت القرآن يعطي راحة نفسية وأمان، شعور الإنسان بالأمان. وبعدين قاسوا بالأجهزة، يعني كلهم قاسوا القرآن وتأثيره بالأجهزة، وعرفوا أن صوت القرآن يعطي دائرة كهربائية تخلي الإنسان عنده طاقة. والله في القرآن يقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فالطاقة موجودة. يعني لما يقول أسلام ما في لا طاقة، القرآن يتكلم طاقة، وإحنا طاقة، والقرآن هو اللي يخفف علينا يعني ضغوط الحياة والمشاكل والأشياء اللي تواجهنا. القرآن يرفع من طاقتنا ويزيدنا إيمان ويزيدنا ثقة ويخلينا عندنا حب للحياة. وهاي المادة الهدف منها، أهم الهدف منها ليش؟ سعادة، نعيش سعادة. والله خلقنا لنعيش السعادة. الله يقول لا تهنوا ولا تحزنوا، ليش تزعل؟ المفروض نعيش حياتنا بسعادة. فكل الأمور لما نعرف أنه مدبرها الرب، فليش ليش تزعلين؟ خلي الرب يدبر أمورنا. فأنت مجرد أن تسوي الدور اللي عليك، اللي الله مطلوب منك. يعني هو لازم نحدد أهدافنا، وهي جزء من المادة، تحديد الأهداف والرؤية. أنا مخلوقة ليش؟ وشنو الهدف مني؟ وشنو سلوكي ورؤيتي؟ وشنو الدور اللي أسويه؟ وبرتاح نفسيا أما أنا عارف أن عندي رب وعندي عبادات، وأني دوري أني أنفع في المجتمع. لازم نقول إحنا دور الإنسان هو يقدم الخير، سعادتي أن أسعد اللي وياي، فهاي هي السعادة. أستاذة فايزة النعيمي، معلمة مهارات حياتية، ألف ألف شكر لك، قدمتي لنا الكثير من النصائح، الكثير من الأهداف. فعلاً إحنا متى ما حددنا أهدافنا راح نحدد ذكاءاتنا. بالتأكيد الإيمان هو أساس الذكاء. يعطيكم ألف عافية، وأنا أشكركم صراحة، يعطيكم ألف عافية. شكراً لك على تواجدك معنا. مشاهدينا الأعزاء، شفنا معكم هذه الفقرة مع الأستاذة فايزة النعيمي، نشكرها حقيقة على الكلمات اللي تفضلت فيها، وإن شاء الله تكون عمت الفائدة من هذه الفقرة واستفدنا منها. نشوف معاكم مشاهدينا هذا الفقرة السياحية. عودة لكم مجددا مشاهدينا، حيث اليوم موضوعنا عن السياحة. أي. مكتبة قطر الوطنية مشاهدينا حقيقة في الآونة الأخيرة صارت تنظم الكثير من الفعاليات والأنشطة وبوتيرة متصاعدة، وشفنا فيها يعني فعاليات سياحية كثيرة حقيقة. أيضا مكتبة قطر هي صرح نقول على مستوى الشرق الأوسط. المكتبة فيها أقسام كثيرة. من الشغلات الحلوة لما كنا نصور في برنامج نزهة العقول، كنا نصور في جزئية معينة في المكتبة، هو جزء أو قسم تطوير هو الحفاظ على المخطوطات والكتب. المكتبة فيها نظام تكييف بدرجة معينة عشان هذه الكتب ما تتلف، ودرجة رطوبة معينة لازم تكون. خلونا نشوف هذا التقرير. مكتبة قطر الوطنية هي منشأة حديثة الطراز، توفر أكثر من 1,200,000 كتاب للطلبة والباحثين وكل من يعيش على أرض دولة قطر على حد سواء. وإلى جانب دورها كمكتبة بحثية، فإنها تسهم أيضاً في تعزيز التوجهات العالمية ذات الصلة بتاريخ وثقافة منطقة الخليج العربي، كما أنها تحتوي على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية في عالم المعلومات والمكتبات من ذخائر الآداب والعلوم والمعرفة الإنسانية، بالإضافة إلى المجموعة التراثية والمجموعات الخاصة للأطفال واليافعين، وتضم العديد من المناطق والأماكن المجهزة للقراءة والمطالعة الفردية والجماعية. وانطلاقاً من وظيفتها كمكتبة عامة، تتيح مكتبة قطر الوطنية لجميع المواطنين والمقيمين فرصاً متكافئة للاستفادة من مرافقها وتجهيزاتها وخدماتها التي تدعم الإبداع لدى روادها وتنمية معارفهم الثقافية. ومن خلال نهوضها بكل هذه الوظائف، تتبوأ المكتبة دوراً رياديًا في قطاع المكتبات والتراث الثقافي في الدولة.
عودة إليكم مجددا مشاهدينا لاستكمال باقي فقرات برنامجكم برنامج في الضحى، ونرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. مشاهدينا، انتشرت مؤخرا حمية الكيتو بشكل واسع بين الناس، والكيتو هو نظام غذائي حقق الكثير من الناس النجاح معه فيما يتمحور حول نظام الكيتو الغذائي، حول الدهون العالية والكربوهيدرات والمنخفضة. طبعا للحديث أكثر عن حمية الكيتو يسعدنا استضافة خبيرة التغذية آلاء فاروق. مرحبا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير، يعطيكم العافية. هلا آلاء، ترى أنا ما أحب الرجيم. ما أحب الدايت، ما أقدر. فشنو هو الكيتو؟ يمكن أغير رأيي. هلا النظام الكيتوني أو الكيتو دايت هو برنامج أو نظام غذائي بيعتمد على تزويد الجسم بالطاقة فقط من خلال الدهون، على خلاف المعتاد اللي هو تزويد الجسم من النشويات أو من الكربوهيدرات. النسبة المئوية المتعارف عليها أو اللي إحنا بنلتزم فيها بنظام الكيتوني إنه نأخذ من 70-80% من السعرات الحرارية من الدهون، 5-10% من النشويات، ومن 20-25% من البروتين. طبعاً النظام الكيتوني أو الكيتو دايت هو اخترع تقريباً 1920 أو بالقرن الماضي لعلاج مرضى أو أطفال مرضى الصرع، لأنه اكتشف الطبيب اللي اخترعه لما نزيد الدهون ونقلل النشويات بتقل عدد وحدة التشنجات أو النوبات الناتجة من مرض الصرع. يعني لكن لا علاقة أيضاً بالانعكاسات المرضية صحيح. نعم، هو أول شيء اكتشفوه علاج لمرضى الصرع. اكتشفوا مع الوقت الأطفال أو الأشخاص اللي بياخذوا هذا النوع من الدايت صار في نزول بالوزن. طبعاً هذه الكيتو هل هو نوع واحد فقط ولا في أكثر من نوع؟ في تقريباً 4 أنواع من الكيتو دايت. في المعياري اللي هو بيكون بنسب مئوية محددة، يعني ممكن ناخذ 70%، ممكن ناخذ 80%، ممكن ناخذ من الدهون، أو ممكن ناخذ 5% من النشويات أو 10%. في الدوري اللي هو بيكون 5 أيام نلتزم على الكيتو دايت بالنسبة اللي إحنا بنختارها، وعندنا مثلا يومين بنمشي على بالانس دايت. في كمان النظام الكيتوني اللي هو عالي بالبروتين. العالي بالبروتين النسبة هنا شوي بتختلف، بدل ما ناخذ من 20-25% من البروتين بناخذ تقريبا 35% من البروتين، وبناخذ من النشويات شوي أكثر. حنان، انا جدا سيء اني احفظ هذه الارقام، يعني اذا انا بسوي هذه الشغله يبي لي واحد على راسي واقف. لا انا الرجيم عندي مكبوس. هي مو قادره تستوعب الفكره تاعت الدايت. خل انا استوعب اول شيء الفكره. الرجيم عندي مكبوس. مكبوس على طول، ما في تفاعل. مضروبه عصيده، هذا الرجيم ما ينفع. هلا بالنظام الكيتوني ما بيزبط بالمره، ما بالمره ما بيزبط، لان احنا قفشتين. هلا الاغذيه المسموح فيها هي نسبه كثير قليله، يعني انت بتحكي على تقريبا 20 جرام من النشويات المصرح انك تاخذها يوميا من الكربوهيدرات او من الارز او من المكبوس او من الكبسه. عندك اللي مسموح فيه في النظام الكيتوني اول شيء اللحوم الدسمه، الاسماك الدسمه كالسردين كالسالمون، عندنا السجق النقانق، المرتديلا، اللانشون، الزبدة، السمن الطبيعي أو السمن البلدي، عندك الزيوت بشتى أنواعها إن كانت جوز الهند أو زيت زيتون، البذور مثلا بذور الكتان، ممكن كمان ناخد الفاكهة فقط، ممكن ناخد التوت أو الرمان أو مثلا البرز اللي هي نسبة السكر فيها جدا قليلة. أما الأكل اللي إحنا ما بنقدر ناخده، المعجنات، المخبوزات، السكريات، الحلويات، السكر الأبيض، العسل، عندنا مثلا المشروبات الغازيه العاليه بالسكر، الحليب او اللبن اللي هو قليل الدسم، لانه بالنهايه هو ما فيه دسم، والفكره بالنظام الكيتوني انه يكون عالي بالدسم. قولت لا تاكل. بالعكس، على فكره في كثير ناس بلاقوه اسهل من اي نوع دايت ثاني. هو حقيقه يعني اسهل لانه تشبعي اكثر. نعم، علوم التخسيس او علوم يعني الصحه اليوم تنوعت، وكثير من يعني النصائح الطبيه حقيقه احنا نسمعها احيانا قد نتشتت، فاهميه ان نركز على نوع معين من الحميه على اساس ان نحقق الهدف. اهميه هذه المساله، يعني في ناس يتشتتون يسوي شيء من كل شيء. يعني شوف، هو في انواع كثير من البرامج الغذائيه. هلا النظام الكيتوني قريب من اللو كاربز او الدايت اللي هو قليل بالنشويات.
الفكرة بالنظام الكيتوني أو الناس كتير حبينه أو أخذ يعني شهرة واسعة، كتير أخذ شهرة واسعة، إنه نزول الوزن بيكون سريع خصوصا بالفترة الأولى، لأنه الجسم لما نقلل نسبة السكر اللي إحنا بنتناولها أو اللي موجودة عندنا بالدم أو اللي مخزنة اللي بتصير تقريبا شبه معدومة، تلقائيا الجسم بيبدأ يطلع السوائل اللي هي متحبسة، فبتلاقي فيه نزول أسرع. وكمان الجسم بيصير ياخذ من الدهون المخزنة، لأنه بيصير المصدر الأساسي للطاقة بالجسم بدل الجلوكوز هي الدهون، فإحنا هنا صحيا بيفيدنا أكثر. كبداية لسه طبعا على المدى البعيد ما حدا قدر يحدد. لا لو بتكلم يعني أنا اليوم جيت وخذت من صديقتي الحمية المخصصة لها الكيتو وطبقته، يمشي معي ولا أنا لازم أرجع لأجيك في زيارة وتشوفين وزني وتشوفين نسبة الدهون عندي وتشوفين؟ أكيد. هلأ بشكل عام البرنامج الغذائي أو مثلا النظام الكيتوني مو معناه أنه إحنا نفتح بالدهون ونقلل بس نسبة النشويات، لأنه عادي ممكن نزيد بالوزن ما ننقص، على حسب السعرات الحرارية اللي الجسم بيحتاجها. على فرضاً إذا كان عندنا شخص وزنه تقريباً 70، أول شيء لازم نعرف السعرات الحرارية وبناءً عليها إحنا هنا بننقص، وبناءً على السعرات الحرارية بعد ما نقصنا منها تقريباً 500 أو 1000 سعرة حرارية يومياً هنا بنقدر نوزع النسب المئوية. بدي أوضح بس أكثر بما أنه هو صعب عليه شوي أنه كيف يوزع. مثلا إذا كان الوزن 70 نضرب هنا ب 30، إذا ضربنا ب 30 بيطلعنا نسبة أو عدد السعرات الحرارية المتناولة يوميا تقريبا خلينا نحكي 2100 سعرة حرارية يوميا الشخص هذا لازم يتناولها. الطبيعي لنزول الوزن لازم ننقص من 500 إلى 1000 سعرة حرارية يوميا، إذا نقصنا 500 يوميا فبالتالي الصافي من الأسبوع هو 3500 سعرة حرارية، وهذا يعادل نص كيلو جرام من الدهون. بعدين بعد ما ننقص 500 رح تقل السعرات الحرارية، رح توصل ل 1600 سعرة حرارية. مثلا احنا بدنا نمشي على النسب المئوية اللي انا حكيت عليها اللي هي تقريبا 70% من الدهون من اصل 1600 سعرة حرارية، فبتصفي انت مسموح لك تاخذ 1120 سعرة حرارية من الدهون، ونقسمها على 9 بحكم انه كل جرام من الدهون بيعادل تقريبا 9 سعرات حرارية، فهنقدر نحولها ل جرامز. نفس الشيء بالنسبة للباقي، إن كان بروتين ممكن ناخد 20 ومناخد النسبة المئوية من 1600 على أساسها بتطلع تقريبا 40 سعرة، منقسمها على 4 بحكم إن الواحد جرام من البروتين بعادل تقريبا 4 واحد جرام بعادل تقريبا 4 سعرات حرارية. طبعا ضيفتنا إن شاء الله يكون هيك بسطنا لك شوي. إحنا حقيقة عندنا تقرير مشاهدينا، خلونا نشوف هذا التقرير عن هذا الموضوع. جرت العادة أن يتم التركيز في الحمية الغذائية على عامل النظام الغذائي لسبب أو لآخر، وكما هو معروف فقد ركز أطباء الأغذية على محاولة إنقاص الدهون في الوجبات بشكل كبير، لكن جاءت حمية تسمى حمية الكيتو لتغير هذا النظام كلياً وتعصف بأحد أركان علم التغذية عندما أتاحت لمتبعيها أكل أكبر كمية من الدهون من أجل إنقاص وزنهم في أسرع وقت ممكن. ويعتبر نظام الكيتو نظاماً غذائياً يتيح لك أكل كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين والخضروات إلى جانب كمية صغيرة جداً من الكربوهيدرات مما يدفع الجسم إلى حرق الدهون. ربما يكون الاستخدام الأشهر لحمية الكيتو هو إنقاص الوزن، لكنها تستخدم أيضاً في علاج الصرع عند الأطفال وعلاج مرض السكر وأمراض القلب وارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول في الدم. وعلى الرغم من نجاحها في مجالات عديدة إلا أنها ما زالت تثير تحفظاً وأسئلة كثيرة من قبل الأطباء. التقرير عن حمية الكيتو، نرجع نسأل مرة ثانية كيفية الدخول إلى هذه الحمية، يعني أنا من وين أبدأ ومتى أبدأ؟ من السبت؟ السبت الجاي. زي ما أنا حكيت قبل شوي إنه كيف كيفية نبدأ، أول شيء لازم نعرف قد السعرات الحرارية اللي إحنا بنتناولها
وما نحط في بالنا ان النظام الكيتوني انه هو نظام مفتوح من نتناول قد ما بدنا مثلا من الدهون ونقلل من النشويات. نفس المعادله اللي انا شرحت له اياها. أيوة. هاي هي الطريقه الصح. هذا هو. وممكن نضيف الصيام العكسي لانه الصيام العكسي بالنهايه بيساعد على حرق الدهون. هلا احنا كيف بنفوت بالكيتوسيز مثلا او بالمرحله الكيتونيه للجسم؟ لما نقلل النشويات لكميه شبه معدومه ونفوت الدهون، او خلال ساعات الصيام الطويله مثلا 16 ساعه واكثر، او مثلا في حالات الناس اللي عندهم مجاعه، او اذا انخفض عندنا الانسولين. بس بالنهايه احنا كيف نفوت؟ اول شيء لازم نحسب السعرات الحراريه وعلى اساسها نوزع اي نوع من انواع الكيتو دايت اللي حكينا عنها اول شيء. طبعا في اليوم انا وحنان يعني تكلمنا الصبح عن موضوع الساعه اللي تقيس نبضات القلب وكم سعره حراريه الشخص يحرق يوميا اثناء التمرين، لان قياس دقات القلب يعني ممكن يعطينا تقريبا كم سعره حراريه انت يعني تخلصت منها اليوم. هل هذا يعني يساعدنا في الحفاظ على؟ انا اشوف بالنهايه انا ما بقدر احكي صحيح ما بقدر احكي غلط، بس خلينا نحكي انه تقديريا قريب كثير من الصح. لا كيف نعرف انا اليوم كم سعره حركت؟ انا ممكن اشوف خلينا نحكي كيف نعرف اذا احنا فتنا بالمرحله الكيتونيه. هاي كثير مهمه. كيف احنا فتنا؟ ما احنا بالنهايه فتنا بالنظام الكيتوني او فتنا بالنظام اللي هو نزيد او المرحله الكيتونيه بس لنزيد حرق السعرات الحراريه او نزيد حرق الدهون. هلا في هاي في نقط بس حابه اشرحها. في اكثر من طريقه او العلامات اللي ممكن تبين عنا. اول شيء ممكن ريحه الجسم او ريحه الفم. ريحه الجسم او ريحه الفم بتكون هيك شوي قريبه من ريحه الاسيتون طبيعي، لانه لما احنا عمليه الايض كلها تحولت بدل حرق الجلوكوز صارت لحرق الدهون، فتكونت عندنا الاجسام الكيتونيه اللي هي بتطلع من اكسده الدهون اللي موجوده في الكبد، فبتصير تطلع بريحه الفم او في البول. هي اول شغله، هي العلامات اللي احنا ممكن نعملها بدون ما نحط ساعه نحسب السعرات او بدون ما نعرف بدون ما نفوت. وهذا تحتاج خبره. شو هذه الامور كلها تحتاج الى خبره والى اطلاع؟ لا الريحه يعني بتبين. وفي كمان لنقدر نعرف الاجسام الكيتونيه في عندك الكيتو ستيكس. كيتو ستيكس هاي زي ستيك او قطعه من الورقه انت بتغمريها بالبول، ببين اي مؤشر من او عدد الاجسام الكيتونيه اللي موجوده عندك بالجسم. هون بنقدر نعرف اذا احنا فتنا بالمرحله الكيتونيه، هون بنقدر نعرف اذا احنا هون بمرحله مثاليه لحرق الدهون. هاي اوضح واسهل من انه احنا نحكي نلبس ساعه. عرفتي؟ هاي اذا احنا حكينا بس بالنظام الكيتوني. النظام الكيتوني يعتمد على نسبه الدهون العاليه، هل مرضى الكوليسترول يقدرون يسوون هذه الحميه؟ هلا هذا الموضوع لسه عليه دراسات، لهيك احنا بنحكي هو بالنهايه كثير شائع، بس كثير في 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 اضرار ممكن الواحد يتعرض عليها، هاي اللي غير شائعه والناس ما عم بيحكوا عنها، مثلا النقرس. بالنهايه احنا عم نتناول اللحوم اكثر لانه فيها دهون اكثر، بس احنا عم نتناول اللحوم. الكوليسترول ما احنا بناخذ قاعدين دهون. هلا الاصل الكوليسترول او الدهون اللي تكونت بالجسم من الكوليسترول مثلا اللي دافع اللي ارتفع او ال LDL نتيجه السكريات اللي مخزنه في الكبد على شكل دهون اللي هي الجلايكوجين. هنا بيطلع عنا او بيرتفع ال LDL، هي مو اساسها دهون، هي اساسها سكر. بس لا قدام لسه بحتاج الموضوع دراسات اكثر. نعم والله احنا ودنا نعرف اي نوع اللي ممكن ننصح فيه الساده المشاهدين. اي نوع بشو؟ من الكيتو. هلا خلينا نحكي الابسط والاسهل. ممكن اول مرحله نبتدي مثلا بالكيتو الدوري. الكيتو الدوري هو انت بتبدا 5 ايام مثلا بنسبه معينه، مثلا 70 من الدهون 20 من البروتين وخمسه مثلا من النشويات، واخر يومين هذا بزبط الا اكثر، يعني مثلا الويكند جمعه او سبت ممكن نمشي على بالانس دايت. هذا احنا كبيئه اظن بزبط لنا اكثر لنقدر نطلع لنقدر نمارس النشاطات اليوميه بشكل طبيعي. انا ضعت حنان. نرجع للاعتدال. عمر هي ما حتقتنع الا بالاعتدال. الاعتدال في الطعام، ثلث لشرابك، ثلث لطعامك، ثلث احسنتي لنفسك. نعم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الكثير من الايات والحث حث الدين على الاعتدال في الاكل والشرب، اتوقع ان هذا افضل اضبط شيء لانه الاستدامه فيه عاليه. الاستدامه عاليه. يس احنا بالنهايه اذا بنمشي على نظام مو الفكره انه بس ننزل وزن سريع.
الفكرة أنه نشوف إحنا لقدام هل بزبط للبيئة، هل بزبط لجسمنا، هل بزبط للحالة الصحية تاعتنا. ما بقدر حدا يكون عنده مثلا كوليسترول أقول له يلا روح كل زبدة وسمنة، أنا بحط بريسك. صحيح. فبالنهاية إحنا بنرجع بنحكي للمتعارف عليه أو اللي هو الأبروفد من الـ FDA، نمشي على البالانس دايت. بس برضو ما بنقدر نحكي غلط، في فترات معينة ممكن الواحد إذا كان في فترة بسيطة وبعديها رجعنا للا النظام الغذائي اللي هو التلت بالتلت بالتلت كمان بزبط. هو بشكل عام الوعي في الأمور اللي تتعلق بالصحة والثقافة الغذائية ازدادت في السنين الأخيرة. بالتأكيد. ألا فاروق ألف ألف شكر لك أخصائية التغذية، وإن شاء الله إن شاء الله بسوي رجيم. بس متى عاد ما أدري متى. من هلا بس بعد الفاصل. فاصل ونرجع لكم. من الدوحة راح ننتقل إلى ألاسكا نشوف معاكم محمية الفقمة هناك. تحولت جزيرة بركانية مهجورة بالقرب من سواحل ألاسكا إلى ملاذ آمن لقطعان من فقمة الفراء المهددة بالانقراض. فقمة الفراء هي من الحيوانات المائية التي تدور حولها العديد من المعلومات المثيرة، فيتعيش في جماعات وتتكيف بشكل جيد مع نمط الحياة البرمائية، وينتشر وجودها في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية مثل البحر الأسود والبلطيق وخليج كاليفورنيا، ويساعدها فراؤها السميك على البقاء في مناطق المياه الباردة إلى المتجمدة. ولأن فقمة الفراء هي نوع من الحيوانات الحساسة بشكل خاص للتغيرات البيئية، فقد أصبحت محمية بموجب قانون حماية الثدييات البحرية كنوع مستنفد، مما يعني أن اصطيادها أصبح أمراً محظوراً يعاقب عليه القانون. عودة إليكم مشاهدينا مجدداً. بالفعل لله في خلقه شؤون، حقيقة مخلوقات عجيبة تعيش في الأنحاء منقطعة من العالم في مكان بعيد، لكن الإنسان بعد يحب يروح ويكتشف أشوفهم يصورونها. لا أنا بعد ودي أروح أحب الأماكن هذه إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، عندنا بعض الوجهات السياحية في دولتنا الحبيبة قطر. اليوم راح نشوف معاكم وجهتك اليوم. طبعاً اليوم أولى هذه الوجهات سوف تكون فعالية التزلج على الجليد في دورة الألعاب العالمية الشاطئية نوك 2019. مكان الفعالية سباير بارك، منطقة التزلج. التاريخ من 15 إلى 14 أكتوبر. وطبعاً عندنا الفعالية الثانية، معرض سيتي سكيب قطر. مكان الفعالية مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، من تاريخ 22 لين 24 أكتوبر. فعاليات حلوة إن شاء الله، نتمنى أن يستفيدوا منها السادة المشاهدين. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الصباحي، برنامج في الضحى. أتمنى أن احنا وفقنا في تقديم هذه الحلقة. مع السلامة.